الله على سلامة أخونا محمد بلهيس وعلى سلامة أخوانه جميعا سواء النواب أو الناشطين السياسيين. والحمد لله الكويت هذه تحتضن أبنائها مرة أخرى، ولا يمكن للأم أن تكون عاقة في أبنائها، والكويت الحمد لله اليوم تحتضن أبناء الكويت الشرفاء. ونرجو إن شاء الله أن نحتفل في الأيام القادمة بقدوم أخينا العزيز فيصل المسلم بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تتكرر هذه الظروف السابقة التي أدت إلى هجرة ومهاجرة أخواننا النواب وأخواننا الناشطين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. اليوم لا أحد يستطيع أن يتكهن المجلس أين ذاهب، أو هذا يحدده الحكومة. التشكيل الحكومي القادم هو من سيحدد وجه الكويت القادم ووجه العلاقة بين المجلس وبين الحكومة. نحن ننتظر إن شاء الله أن يكون هناك تعاون بإذن الله، وهناك انسجام من خلال التشكيل الوزاري القادم. أما إذا حدث أي شوائب في التشكيل فأعتقد أن الحكومة راح تتحمل مسؤولية كاملة أمام الشعب الكويتي وأمام ممثلين الأمة، ومن خلالكم الآن ندعو إلى أن يكون هناك تشكيل وزاري ينهض بهذا البلد، وتشكيل وزاري ينسجم مع مخرجات مجلس الأمة التي أتى من أجلها. لا تأتينا حكومة مثل ما أتت الحكومة السابقة والحكومات السابقة، خصوصا في مجلس 2021، والحكومة الأولى التي كانت مهمتها الأولى فقط هي انتخابات الرئاسة. اليوم احنا نبي حكومة تكون يعني مسؤولة، ولا يكون لها مهمات معينة في ضرب رغبة الشعب الكويتي مثل ما حصل في انتخابات الرئاسة. نتمنى إن شاء الله أن الحكومة تيجي وتشوف مشاكلنا يا أبو منصور. إن شاء الله نتمنى ذلك بإذن الله، وإحنا إن شاء الله سوف نكون يعني العين المراقبة والمراقبة وأيضا التشريعية إن شاء الله في مجلس الأمة لكل ما يهم أبناء الكويت بإذن الله. شكرا.